احنا إلنا وطن مسلوب. انا الي بيت في عسقلان والي ارض، وهذا في يافا وهذا في غزه وهذا في ارضنا مسلوبه. فاحنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش اكتر من حقنا. احنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لانهم يهود. اليهود اهل دين واحنا اهل دين. احنا بنحب كل اهل الاديان. اخويا هذا اللي من امي وابويا اللي دينه مسلم، اذا اخذ بيتي وطردني منه انا بقاتله. انا بقاتل اخويا، بقاتل ابن عمي اذا اخذ ارضي وبيتي وطردني. فلما اليهودي ياخذ ارضي وبيتي وطردني منها، كمان انا مستعد اقاتل. انا ما بقاتل امريكا ولا بريطانيا ولا دول اخرى، انا كل الناس معهم بسلام. بحب كل الناس، بحب الخير لكل الناس، كمان بحب الخير لليهود. واليهود عاشوا معنا طول حياتهم، عمرنا ما اعتدينا عليهم، وعمرنا ما اسانا لهم، يعني وصلوا لمراتب عليا من الوزارات والحكم والاغنياء، مين اللي بعتد عليهم؟ لكن هم لما ياخذوا ارضي وبطني وبيتي وتشردوني منه، انا عندي 4 مليون فلسطيني مشرد في الخارج. مين احق تروح لوطنه؟ اللي جاي من روسيا اللي له 2000 سنة مبعد عنها، ولا اللي له 40 سنة طالع منها؟ مين احق ان يعود له؟ احنا ما بنكره اليهود، لكن بنقول لليهود اعطونا حقنا بس.